هنا كتابت لي غادي نرحي فيها، نرحيها بالبغاء. ميك شور كامل الترحات، الكاروت، القرعه، نتاكد كامل باللي كامل رحيتها. ما تقادليش ما يقادوليش هذوك البقايا تاع الكاروت والقرعه. هنا زدت ضفت لها ثلاثه حبات فاشكيري سوفت تشيز. انتي وما تحبي ديري، كاين عده انواع، ديري فيلادلفيا، ديري لافاشكيري. انا ما كانش متوفر عندي، درت لافاشكيري. بالنسبه للتشيز كيديروه ما تكتروش الملح في الديبي، ما تكتروش الملح، برسك التشيز راه مالح. عينكم هي ميزانكم. وهنا كي طابت لي سقيتها، درت لها شويه حشيشه، رافقتها بطبسيب التيخ. نتمنى هذا الفيديو ان شاء الله ينال اعجابكم، ونتمنى ان شاء الله تجربوها في هذا الفصل. كثروا لي سوب، راه ملاح تي فيتي والامراض ولا غريب. باي باي.